يقول السائل يعني يقول ابن حزم: وتبعه المحاضر الذي مرح بالبدعة هذه المشار لأن لفظ الصفة وإطلاقها على الله لفظ مبتدع، فما هو الرد على هذا القول؟ والحديث أن سورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن فيها صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم. وإن فهمنا أن هذا حديث ضعيف ولا صحيح. الله عز وجل له أسماء ولا لا؟ هذه حقيقة بديهية، ولله الأسماء الحسنى. ثم هذه الأسماء هل هي معاني، يعني لا تتضمن، هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي وضعت هذه الأسماء لتدل عليها؟ مثلا في عرف الناس قد يسمى إنسان بصالح، وقد يكون هو في نفسه طالح، لكن الله عز وجل لما يكون من أسمائه العليم، هل يمكن ألا نفهم أن له صفة العلم؟ لا يمكن هذا. فمجادلة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أنه استعمال كلمة الصفة هذه محدثة، فليكن محدثة. هل من مصطلح كله محدث، وهل من اللغة والبيان البديهي كله محدث، لكن هذه إنما أحدث الأساليب التي تقرب حقائق اللي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه، لما يقول اليوم النحوي أن ضرب زيد عمرا، فضرب زيد ضرب فاعل، وزيد فاعل، وعمر مفعول به. هذه اللغة لو حكيناها في عهد الصحابي ما يفقهونها، لكن الحقيقة هكذا كانوا يقولون لما يعنون أن زيد هو الضارب وعمر هو المضروب، يقولون ضرب زيد عمرا. فاصطلح علماء النحو بأن يسموا هذا مرفوع، هذا فاعل، هذا مفعول، وهذا فاعل، وذاك مفعول به، مفعول به، إلى آخره. فهذه الاصطلاحات لبيان الحقائق لا مشاحة فيها، وكما قال العلماء لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. فإذا كان هناك لغة حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن كلمة الصفة هذه لم تثبت في حديث، إن صح هذا الكلام، لأني الحقيقة ما أستحضر الآن، ما يضرنا أبدا في صدد ما نحن فيه. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح وهو ليس فيه من الصلاح شيء، ويسمى فلان حكيم وليس فيه من الحكم شيء؟ هذا هو مذهب ابن الحزم، وذلك هو الضلال البعيد. ولذلك قال عنه العلماء ومنهم ابن عبد الهادي أن ابن حزم جهمي الجلد، جهمي الجلد، لأنه ينكر أسماء وصفات، ويفهم أن هذه الأسماء هي أسماء أعلام. تقول مثلا الدوحة أو قطر هي تحت معنى؟ لا، أسماء الله هكذا، عياذا بالله مما يقول. لا.